أخيرا رجعنا بعد سحبة دامت من أسبوعين لثلاثة أسابيع. السلام عليكم سيد حسين عالم أبو وياكم، واليوم موضوع جديد لشرح جديد. قبل أن نبتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة يا الأسطورة، وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. طبعا يا شباب آسف على السحبة اللي صارت، لأن كان هذا الشي مو بيدي، لأن كانت عندي امتحانات نهائية. فالمهم ما علينا، إن شاء الله نتقدم للأفضل. طبعا بحاول بقدر الإمكان إن يوميا أنزل لكم فيديو، وإن شاء الله تستفيدون يا بث يعني كذي بيكون الوضع. فبس شباب خلينا ندخلكم مع المقطع. طبعا اليوم مقطع هو عبارة، يعني دورت في اليوتيوب ما حصلت، أنا ما مستغرب بروح شلون اكتشفت هذا الشيء بنفسي. تمام، طبعا هذا الشيء هو عن طريقة تقسيم شاشة الايباد الى قسمين. الطريقة جدا سهلة شباب، بس مثل ما تشوفون الشريط اللي تحت اللي دائما يطلع، طبعا هاي الطريقة لأحدث اصدار هوز 12 هوز 11 اتوقع تصير بعد. الشريط اللي تحت في الاسفل اللي فيه جميع التطبيقات، اليوتيوب، جهات الاتصال، مال مونتاج، هاي الاشياء اللي تحت كلش اللي الحين بحط عليكم علامة عليهم مثل ما تشوفون هذا لان ايه شباب، لازم يكون فيهم البرنامجين اللي انت تبي تحطهم. انا بحط مثلا اليوتيوب يا الملاحظات، ادش الملاحظات وتطلع منه علشان يصير الملاحظات تحت، واذا ما صارت رد تحاول كم مرة وصير لك تحت عقب كم مرة مثل ما تشوفون صار عندي تحت، بس اليوتيوب راح. انا ما عادي لو اليوتيوب راح ما في مشكلة. طبعا اول شيء انا مثلا أبو عندي معلومة أبو انقلها من فيديو للملاحظات، فاول شيء ادش على اليوتيوب مثل ما تشوفون هذا الفيديو. طبعا انا ما اقدر اشغل الصوت، ليش؟ لان اذا اشغل صوت الفيديو راح ينقطع صوتي وراح ينقطع صوت الفيديو، فاثنين ما راح تسمعون منهم ولا شيء. فالحين شباب انجي لطريقة شلون احط الملاحظات بدون برامج بدون شيء. تسحب الشاشة من الاسفل للاعلى مثل ما تشوفون بهالشكل علشان تطلع لك هذه الخانة. او شت انا روحتها، اوكي مرة ثانية ايجي و اوكي شباب، اوكي نو بروبلم. طلعت الخانة بس طلعني من البرنامج. تقدر انت بكل بساطة تحاول لما تطلع لك ايوه ثم تشوفون طلعت لي. الحين لو اضغط على الملاحظات بيودينا على برنامج الملاحظات. وايش لازم اسوي عشان احط الملاحظات هني؟ تضغط ضغطة مطولة على برنامج اللي تبغيه وتسحبه، مثل ما تشوفون بعد ما تسحبه تهده صار برنامج الملاحظات شغال في اليوتيوب. مثل ما تشوفون نقدر نتحرك في اليوتيوب ونقدر نتحرك في الملاحظات ايضا. فهذا مثلا اليوتيوب يا شباب. الحين مثلا احنا اوكي خلنا مثلا ندش هني، مثلا نكتب اي شيء، ايفون 5 مثلا، ايفون 5، واحنا نتابع الفيديو يا شباب. يعني تقدر تسوي هالشغله مثل ما تشوفون ايفون 5 وتقدر تتابع الفيديو. وبهذه الطريقه شباب نكون خلصنا الشرح مالنا. نجي لطريقه الازاله. طريقه الازاله بعد ما تطلع من التطبيق اليوتيوب وترد الدش مثل ما تشوفون يروح، وطبعا العكس صحيح. طبعا بس شباب هذا كان موضوعنا جدا جدا سهل، واتمنى انتم فهمتون علي، واللي ما فهم يكتب في التعليقات وراح اسوي ان شاء الله شرح ثاني. فوصلنا للختام، لا تنسون لايك وسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر في القناة، شكرا على دعمكم القوي اللي سويتونا بالفترة الأخيرة اللي كنت غايب فيها عن القناة. فشكرا يا شباب على دعمكم وتفاعلكم المستمر في القناة طوال غيبتي عن القناة. فبس يا شباب وصلنا للختام، لا تنسون لايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر، وبس يا شباب مع السلامة.